يا المؤمل جينا نسأل يمتى مولاي الفرج، برضوى أم سواها أنت يا شبل الحجاج؟ كل موالي رافع ايده وبدع الندب عرج، يمتى يمتى تلفي يمتى سيدي تروي المهاج؟ مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر عالبشار؟ مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر؟قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. الحديث يدور كثيرا ما في أذهان المؤمنين عن أن هذه القضايا هل هي علامات أو بداية علامات لقرب ظهور المولى أرواح العالمين فداه، أم ليست علامات؟ هذا الموضوع هل هو موضوع مرتبط بنا؟ تصوري أن هذه الأمور، هذا الموضوع ليس مرتبطا بنا، هذه علامات أم ليست علامات؟ هل قضية اليمن مقدمة لخروج اليماني؟ هل القضايا والسفك للدماء الذي حدث في سوريا مقدمة لخروج السفياني؟ السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. كم اشتقنا إليك وكم نتوق إلى يومك. نعم، الحق حق والباطل باطل، وصراع أزلي بين الحق والباطل بدأ عندما اختلفت النفس التي وسوس لها إبليس خائفا مرتعبا من أهل محمد، ولن ينتهي إلا بإذن الله على يدك يا صاحب الزمان. العلامات سواء القطعية منها، وبعضها مذكورة في روايات عديدة الخمسة، الصيحة والخسف بالبيداء والسفياني واليماني وقتل النفس الزكية، هذه العلامات القطعية هل العلامة الفلانية تنطبق على القضية الفلانية؟ هذه قضية مرتبطة بنا؟ لا، نحن علينا أن نبحث في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن نتعمق لفهم كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا صحيح، هذا جزء منه ضرورة لكل مؤمن،
جزء منه فضيلة، سواء الروايات التي تتحدث عن العلامات التي تسبق الظهور الشريف أو سائر الروايات الشريفة. من الجيد، من الممتاز، بعضه ضرورة أن يتعمق الإنسان في هذه الروايات الشريفة. أما أن نأتي ونربط القضايا بعضها ببعض، هذا لا يرتبط بنا. لنفرض أن القضايا التي تحدث اليوم مقدمة لخروج اليماني، لنفرض، ما هو ارتباط هذا الأمر بي؟ لنفرض أن القضايا التي كانت في سوريا مقدمة لخروج السفياني، ثم ماذا؟ أين من هذه القضية، أين الموقع الذي يرتبط بي؟ لا يرتبط بي هذا الأمر، مقدمة أو لم يكن مقدمة. يا مهدي أدركنا، يا مهدي أدركنا، فلا طاقة لنا فلا طاقة لنا يا سيدي على فراقه. بين سائل يقول ما فائدة وجوده مع غيبته، وبين قائل آخر يقول ماذا ننتفع منه وهو غير موجود، وبين ثالث ورابع وخامس، وبين آخر لا يعرف معنى الغيبة أصلا، وسادس لا يدري ما هي الغيبة، وسابع يهرج كما يهرج المهرجون. وسط هذه الضبابية في الموضوع نريد أن نشق طريقا جديدا قرآنيا في معنى الغيبة، وهل أنها حكرا على الإمام المهدي أو أنها كانت فيما مضى مع الأنبياء عليهم السلام وغير الأنبياء، والإمام المهدي ليس بدعا من الرسل كما يعبر القرآن الكريم، يعني لم ينفرد بذلك حتى يكون مثار للعجب ومدعاة العجب، وإنما هناك من سبقه بذلك بأنواع الغيبة. الآن سنكتشف من خلال القرآن الكريم هناك أنواع للغيبة في القرآن. أود أن أشير إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، هناك ثلاث مذاهب في فهم الغيبة، وهذه المذاهب انقسمت ما بين التفريط أو ما بين الإفراط والتفريط، والأمر بين الأمرين. الإفراط أحبابي، أصحاب هذا القسم هم الذين اعتبروا غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في مقابل الحضور، يعني لما غاب معناه ما موجود، خو ما فائدته حتى وإن ولد. هؤلاء أصحاب إفراط في الواقع، ما فهموا الغيبة بصورة صحيحة، باعتبار جعلوها في مقابل الحضور، خو كما سنبين إن شاء الله الخضر غائب وموجود، ما فائدة وجوده مع غيبته؟ سؤال، هذا سيأتينا بالتفصيل، لسا ما أريد أستبق المعلومات. هذول أصحاب الإفراط. أصحاب التفريط هم أصحاب القول وأصحاب نظرية أنهم يجلسون مع الإمام، وأن غيبة الإمام هي حتى ظهوره، يعني ينظرون إلى الغيبة كظهور، وهم قاعدين مع الإمام من الصباح إلى الليل، هكذا يدعي بعضهم مع الأسف، بعض المنحرفين اللي يجمعون الشباب من حولهم من خلال الكذب على الناس والدجل والقلب الحقائق، جعلوا الغيبة الإمام قابلهم ظهور، وهم مقابلين الإمام من الصبح لليل، يشربون معه الشاي ويرونه كل يوم ويراهم ويجلسون معه ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وهؤلاء أصحاب تفريط في الواقع، هذا مو صحيح. لا أصحاب الاتجاه الأول أصحاب الإفراط صحيح، ولا أصحاب الاتجاه الثاني صحيح. هناك قوم هم أصحاب الأمر بين الأمرين، وهذا هو
المذهب الصحيح والقول الصحيح والنظرية الصحيحة، نظرية الأمر بين الأمرين. فلا غيبته في مقابل حضوره، ولا أنه صلوات الله وسلامه على بابه مفتوح للجميع ويراه الجميع، إذن كيف هو غائب؟ لا هذا صح ولا ذاك صح، الأمر بين الأمرين. فغيبته في مقابل ظهوره وليست في مقابل حضوره، بل هو حاضر لكنه غائب سلام الله عليه. وردت عندنا روايات كثيرة مستفيضة عن آل البيت عليهم السلام أنهم قالوا أن المهدي إذا ظهر يقتل ذراري قتلة الحسين. طبعا هرجوا كثيرا حول هذه المفردة من مفردات البحث المهدوي، وتكلموا وجاؤونا طبعا جاؤونا بآيات على طريقتهم، طريقة العظين، وهذا بحث طرحته على المنبر الحسيني كثيرا، طريقة العظين. أصحاب هذا التفكير التفخيخ التفجير التكفيري يتعاملون مع القرآن على طريقة عظين، جعلوا القرآن عظين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني يجيب آية في مجال من المجالات ويترك 10 آيات تكمل حقيقة هذه الآية في جانب آخر، فيأتي بآية هذا الجانب ويترك آيات تلك الجانب التي تكمل صورة هذا الجانب. ولهذا آل البيت طريقتهم في تفسير القرآن يقولون القرآن يكمل بعضه بعضا، ذولا عظيم مقطع يأخذون القرآن مقطعا، يعني يأخذ إياك نعبد وإياك نستعين بمعزل عن واستعينوا بالصبر والصلاة، يأخذ الله هو الشافي جل وعلا بمعزل عن العسل فيه شفاء الأسباب الطبيعية والقرآن شفاء لما في الصدور، يأخذ هذه الآية بمعزل عن هذا، يترك هذه الآية فقط، هذه الآية وهذه الآية تكمل هذه الآية، لا هو ما يتصرف هكذا، عظيم مقطع القرآن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ هذه طريقتهم لما يأتون إلى هذه الحقيقة أن الواردة في رواياتنا الشريفة أن الإمام المهدي يقتل ذراري قتلت، يجيبون آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، أخو المهدي كيف يقتل الذراري؟ ما ذنب الذراري بدم الحسين؟ أقول لها الآية اللي تستشهد بها صحيحة، هذه الآية التي تستشهد بها صحيحة، ولكن حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أو أنت غيبت عن نفسك أشياء. كيف؟ أنا أقول لك كيف. هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى في من لا يبرر للقاتل الظالم ولا يشجعه على ذلك ظلمه بحق العباد والبلاد. فعلا ما ذنبه؟ هو غير راض كمعاوية ابن يزيد ابن معاوية، ما ذنبه بفعل أبيه؟ الرجل صعد على المنبر قال أبي على باطل وجدي على باطل ونحن على باطل وعلي وآل علي على حق، هذا العرش عرش علي ابن أبي طالب وأنا أتنازل عنه وقتلوه، سموه وقتلوه، هذا وهذا. ولا تجر وازرة وزر أخرى، لكن ابن من قتل الحسين أو من أحفاده أو أحفاد أحفاد أحفاده وهو راض بفعل أبيه، بل يترحم على أبيه لأنه قتل الحسين، هذا غير مشمول بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا هذا ملطخ يداه بالدماء، ولهذا الإمام المهدي يقتل ذراري قتلة الحسين. اعطوا الصورة كاملة لجماهيركم، لا تضحكوا على جماهيركم، لا تجعلوا الحقائق عظيم كما جعلتم القرآن اللي هو حقيقة الحقائق عظيم. هذه الآية في من لم يصفق ويرضى ويداهن ويمدح ويترحم للظالم القاتل الطاغوت الفرعون النمرود اليزيد إلى آخره، أما لي هو على خط أبيه ويترحم عليه أو جده أو جد جده ويترحم عليه ويقول يا ليتني كنت معه لأقتل الحسين
ويبرر له ويبرر له ويترحم عليه بل لا يرضى بلعنه، هذا مشمول بعقاب قتلة الحسين ويداه ملطختان بدم الحسين. نعم، هذه حقيقة قرآنية، ولهذا يقتلهم الإمام المهدي عليه السلام. هسه تقول لي أنت قاعد تنظر قرآنيا، ما أثبت ذلك. لا لا، أثبت ذلك قرآنيا الآن، أضرب مثال على ذلك. شوف القرآن ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخاطب اليهود في زمن النبي: أيها المسلمون، أيها المسلمون، يا من تعتقدون بالقرآن، يا من تعتقدون بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. آية ولا تزر تكتمل بهذه الآية التي لا تتلونها ولا تقرؤونها ولا تفسرونها لأناسكم، أما نحن فنبين الحقيقة كاملة. نحن لا نعتقد بمبدأ عظيم في تضليل المسلمين، بل نعتقد بأن نحترم عقول الناس ونعطيهم الحقيقة كاملة. الله يخاطب اليهود في زمن النبي، في زمن النبي، يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، إلى أن يقول: وقتلهم الأنبياء بغير حق. آل عمران آية 181 إلى آية 183. خاف واحد يقول هاي الآية ما موجودة في القرآن. سورة آل عمران 181 182 183. أنا اختصرت الآية، الآيات العفو، اختصرتها ثلاث آيات. الله يقول: وقتلهم الأنبياء. خول يهود الذين كانوا في زمن النبي، هل قتلوا نبيا أصلا؟ وهل كان نبي في زمن النبي فقتله هؤلاء اليهود والله يحملهم مسؤولية قتل ذلك النبي؟ وما كان نبي حتى يقتلوه. زين، هاي قتلهم الأنبياء شنو معناها في سورة آل عمران؟ والله يخاطب اليهود الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لما يحملهم مسؤولية ما فعله آباؤهم وأجدادهم؟ خول أعتزر وازرة وزر أخرى، طبقوا عليها هذه الآية. ها، القرآن يقول: لا تزر إذا كانوا غير راضين على فعل آبائهم، أما إذا كانوا راضين ومشجعين ومترحمين ومبررين لما فعله، كما يبررون الآن ليزيد أصحاب التكفير والتفخيخ والتفجير ويترحمون عليه، يقولون: لا، يزيد ما أمر بقتل الحسين، يزيد خوش إنسان. القرآن حملهم مسؤولية لأنهم رضوا بفعل آبائهم وأجدادهم. قال لهم: وإن كنتم في زمن النبي، وإن لم تباشروا بقتل الأنبياء، بل قتلهم أجدادكم ولكن أيديكم ملطخة بالدماء وأنتم قتلت الأنبياء، وإن كنتم في زمن النبي، وإن كنتم أحفاد الأحفاد، لأنكم راضين بفعل آبائكم وأجدادكم، فيجب أن تتحملوا مسؤولية ذلك، وأيديكم ملطخة بالدماء. ولهذا يقول: وقتلهم النبيين بغير الحق أو بغير حق، مع أنهم لم يقتلوا نبيا في زمن النبي، ولم يكن هناك نبي في زمن النبي حتى يقتلوا، حتى الله يحملهم مسؤولية قتل ذلك النبي. هذه حقيقة قرآنية أو لا؟ أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميمة، فجروا قبره سلام الله عليه، قبور البقيع سير من رأى، وبودهم أن يقتلوا كل زوار الحسين ويهدموا مراقد آل البيت عليهم السلام. شو الفرق؟ ولهذا يقتلهم الإمام المهدي وإن كانوا ذراري، لأنهم على خط آبائهم وأجدادهم. أسأل سؤال: الذي عقر، أيها المسلمون، يا أتباع آل البيت، يا غير أتباع آل البيت، أكلمكم بلغة قرآنية قرآنية قرآنية، الذين عقروا ناقة صالح، واحد أم عشرة؟ يعني قوم صالح كلهم أو واحد عقر الناقة؟ هو الجواب كلكم ستقولون الآن: واحد. الناقة مو كلهم إجوا عقروها، عقرها واحد. لما يقول القرآن الكريم: فعقروها فدمدم عليهم؟ عقروها، ولهذا لما نزل العذاب، نزل العذاب على واحد أو على الكل؟ على الكل، كلهم عقروها. زين، هم ما قتلوا، كانوا في بيوتهم، قسم منهم يأكلون، قسم منهم نائمون، قسم منهم يشربون، قسم منهم ما أدري يسوون، شلون عقروها؟ يا رب العالمين، ولا تزروا، خو عقرها واحد، شنو ذنب؟ يقول: لا، هادنتموه ورضيتم بفعله وصفقتم له، هوستم إليه، مدحتموه بقلمكم، بررتم له، كلكم عقرتم ناقة صالح وكلكم تتحملون المسؤولية. وهكذا قتلت الحسين وأحفادي قتلت الحسين. أصحاب التفخيخ والتفجير الآن يهمهم أمر واحد، وهو كيف صناعة المفخخات، لا يعرفون هذه الحقائق، مشغولين بأمور أخرى. كيف نقتل الناس؟ كيف نفجر زوار، نساء وأطفال؟
ليس لهم ذنب إلا أنهم يذهبون إلى سبط رسول الله يقولوا له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. السلطة التشريعية صدرت شرعت قتل الحسين عليه السلام فهي مشمولة، السلطة القضائية حللت دم الحسين ليزيد فهي مشمولة ويداها ملطخة بالدماء، السلطة التنفيذية يزيد وأتباعه هم قتلوا الحسين كلها. ولهذا في الزيارة الشريفة لعن الله أمة ظلمتك، ظلمتك من خلال تشجيع، من خلال تصفيق، من خلال تنظير، من خلال تبرير، من خلال سلطة تشريعية قضائية. لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة قتلتك، هاي المباشرة السلطة التنفيذية، تلك ظلمتك السلطة التشريعية والسلطة القضائية. لعن الله أمة قتلتك السلطة التنفيذية، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به بمرور الزمان كما حصل مع يهود. اليهود في زمن النبي الله حملهم مسؤولية ما فعله أجدادهم لأنهم راضون بذلك، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به ولهذا يقتلهم يوم المهدي. ما شاء الله وطلب به بدم القاتل بكربلاء في خير شيعة. صيح صيح ماذا يهيتك إن صبرت لوقعته طف الفاضي. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على بعد حيث الحسين بعد بعد حيث الحسين خيل العيدة طحنت الله يا يا المؤمل جينا نسأل يمت مولاي الفرج برضوى أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي رافع ايده وابدع الندب عراج يمتى يمتى تلفي يمتى سيد تروي المهاج مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر عالبشار مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر